مرحبا بالسادة المشاهدين الكرام. الأستاذ أحمد لي أكتر من سؤال، هنجاوب على سؤالين والسؤالين التانيين إن شاء الله في حلقة الرد على الأسئلة. أول سؤال كان بيتكلم عن ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يردده في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فهو بيقول يعني جوهرة معنى هذا الدعاء، يعني سبوح قدوس، سبوح يعني ده تنزيه المولى سبحانه وتعالى عن كل ما لا، عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، فهو المبرأ سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل شريك سبحانه وتعالى وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وكذلك قدوس أي المطهر سبحانه وتعالى عما لا يليق بالخالق العظيم، يبقى هي تنزيه للمولى سبحانه وتعالى جل جلاله الله. بالنسبة